بس دي عاوزه واحد بقى زي فلافيو يلم الكرات العرضيه دي. فلافيو كان معلم في الحته دي، كان على طول اي كوره معديه بالعرض على طول بتاعته، بتلعب الكوره وفيها سنده والعرضيه وهدف وهدف هدف. لسه بقول لكم وتروح هناك قوسوا لعبها، وراح هناك عند سيام اللي لسه واخد تعليماته ويلعبها على طول. بص قوسوا بقى كان فين وبقى فين، بص قوسوا اهو لعب الكره لسيام، بصوا بقى الراجل المتحرك ادي الراجل هنا، بص سيام، بص قوسوا فين، راح قوسوا ولعبها، ما وقفش بقى وانزرع وتنسى. لما في الانديه بقى اللي قدها، بصوا بصوا طالع 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 والهدف الثاني وراه. بصوا حضراتكم هنا فرق السرعه، ادي فرق السرعه، طالع عبد المنعم غلط هنا يخش يطلعها بدماغه او يعمل اي حاجه، ما لحقهاش حسام غالي، بص لها مع بال باص اهو راح منه الراجل. واحمد عاد عبد المنعم طالع غلط، كان ادى فرصه شويه لحسام غالي، حسام غالي كان مع الراجل استنى شويه، طلع ولعبها اوسو يغذي المحله وعمق دفاع النادي الاهلي. تتلعب الكوره عند احمد فتحي يلعبها، الله يا ابو، يا سلام يا سلام يا بركات، ما قعدوا ليه انت؟ ما قعد، ما يقعدش، ما يقعدش، انت بتعمل كده ما يقعدش. الاهلي عاد للمباراه في الدقيقه 37 بتمريره لبركات اللي ما يقعدش ابدا، محمد بركات يحط هدف في الدقيقه 37 من الشوط الاول اهو، ادي على طول تتلعب. يا سلام، ده الانطلاق، جده ما بينطلقش كده، راس الحربة لازم ينطلق. ادي احمد فتحي وبالمقاس، بص الراجل وحطها حلوة حلوة حلوة، والنادي الاهلي يخش مرة تانية في جو المباراة في الدقيقة يعني 37، يخش النادي الاهلي في جو المباراة وتفرق كتير قوي التغيير اللي عمله. وانا قلت لكم رب ضرة نافعة، ما اعرفش يقول. تتلعب ناحيه اليمين لوليد سليمان، وليد سليمان يعدي ويلعبها عرضيه، اوه والقلشه 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 من عامر رمضان، وفي كده هياج، هنشوف الحكم مصفر ايه، دخلت ولا ايه، ما اعرفش ولا ايه، ايه الحكايه ولا ايه، هنشوف ايه الحكايه، الشبكه مخروبه ولا ايه، وهنشوف ايه بالظبط، اللاينز اللاينز مان شاور ولا ايه، في علامة استفهام. هتتلعب الكورة اهو، اتلعبت، قلش الراجل، قلشت اهي، راحت فين؟ راحت ايه؟ راحت فين؟ دي بره خالص يا جدعان، انما ياسر عبد الرؤوف ماشي كويس وحلو، ما تعرفش عينيه زغللت ولا ايه، وتطلع كورة بره وكان مصفر هدف، وطبعا اللاينز مان لحقه، والحمد لله اللي هو لحقه وصفر اهو ضربة مرمى. والتسقيف هم يا عمال المحلة الأبرار، وهنستأنف مع بعض بضربة مرمى لغز المحلة. آدي أهو يلم ويعدي ويرفعها ويقلشها وتطلع بره، وضربة مرمى لغز المحلة. هنا من خلف الدار كده هنشوف قلشة، فينك رايحة؟ فينك رايحة؟ أهي مستخبية، دي مغطية القايم، دي وهي معدية مغطية القايم يعني من جوه.